ولذلك أيها الإخوة انتبهوا لهذه المسألة وهي غرض مهم أريد أن تنتبهوا له. إن معرفتنا لأسباب الخلاف إنما هو عذر للعلماء في هذه المسألة، وليس معنى ذلك أن نترك قولهم. ولذلك فإن الناس طرفان ووسط، ومن عرف أسباب الخلاف لزم الوسط. الطرفان منهما طرف لزم قول إمامه وتعصب له ولم يتركه مهما استبان له الحق وظهر له الدليل، فيجزم بقول ولا يتعده. ولا شك أن هذا هو التعصب المذموم الذي جاءت الآثار والأخبار تترى في التحذير منه. وقول آخر رمى أقوال الأئمة عرض الحائط ولم يعتبر بها ولم ينظر لها، وإنما أراد أن يقدح من ذهنه اجتهادا جديدا وأن يستنبط بفهمه حكما مبتدأ مع ضعف آلته وقلة ملكته وضعف صنعته، فلا هو بالفقيه ولا هو بالمحسن لعلم الحديث ولا هو موازن لضعفة العلماء المتقدمين، ناهيك أن يكون مثل المتميزين منهم والعلماء من المتقدمين. فتجده يأتي إذا أراد أن يجتهد بغرائب المسائل ويأتي بشواذ الإفتاء، وليس الأمر كذلك، وإنما هو الوسط بينهما. فطالب العلم يأخذ من أهل العلم ويتفقه على طريقتهم ويتمذهب بأحد المذاهب السائدة في بلده، ثم إذا ظهر له الدليل بخلاف هذا القول فإنه يرجع للدليل ويلزمه في هذه المسألة إن ظهر له، وأما إن لم يظهر له فإنه يبقى على مذهبه. ولذلك فإن الحافظ أبا الفرج بن رجب رحمه الله تعالى ألف كتابا عظيما سماه الرد على من خالف المذاهب الأربعة. مجمل هذا الكتاب أنه أراد أن يقول إنه ما من خلاف عند الأئمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلا وهو موجود في المذاهب الأربعة قطعا، كل الخلاف أصبح داخلا في هذه الأربعة إلا الخلاف الشاذ فإنه لم يعمل به بعد ذلك، فيكون من باب الإجماع على ترك أحد القولين. ولذلك فإن توقير أهل العلم ومدارسهم مهم لاكتساب الفقه، وتعظيم الدليل كذلك مهم لاكتساب الفقه، فمن جمع بين الأمرين هو الذي وفق بأمر الله عز وجل لنيل الفقه وتحصيله. نعم.